إنه صاحب الكعب الذهبي، وأول من يحقق الإنجاز التاريخي كأول لاعب عربي وأفريقي يفوز ويسجل في نهائي أعرق بطولة أندية في العالم، دوري أبطال أوروبا. إنه الأسطورة الجزائرية الذي تم اعتباره أفضل لاعب عربي في القرن العشرين بعد أن صنع المجد في الملاعب العالمية وحصل على الكرة الذهبية الأفريقية ليخلد بذلك اسمه بين أساطير الكرة العربية والأفريقية وحتى العالمية حتى يومنا هذا. اليوم موعدنا مع رابح مجر. ولد رابح مصطفى ماجر في العاصمة الجزائرية حسين داي في 15 من ديسمبر لعام 1958، وفي أعوامه الأولى بدأ شغفه بكرة القدم يظهر وبدت عليه ملامح اللاعب الموهوب، وفي عام 73 وهو في 15 من عمره لعب لفريق الشباب لنادي نصر حسين داي، وبعدها بعامين فقط تم تصعيده للفريق الأول ليبدأ مسيرة كروية حافلة بالنجاحات. استمر ماجر بفريق نصر حسين داي حتى عام 83، شارك خلالها ب 94 مباراة في الدوري الجزائري، سجل خلالها 58 هدفا، وحقق مع فريقه العديد من الألقاب مثل بطولة كأس الجمهورية عام 79، وكذلك وصافة الدوري موسمي 76 و82، وأيضا وصيف كأس أفريقيا للأندية عام 78. في عام 83 بدأ ماجر مسيرته الاحترافية، وذلك عندما وقع مع نادي راسينغ باريس الفرنسي الذي كان يلعب في دور الدرجة الثانية آنذاك، وفي أول موسم له مع الفريق تألق بشكل كبير وكان صاحب الفضل في صعود الفريق لدور الدرجة الأولى الفرنسي، وفي أول موسم له في دور الأضواء تمكن من إحراز 20 هدفاً في 27 مباراة فقط، مما دفع نادي تور الفرنسي للتعاقد معه على سبيل الإعارة، وبسبب استمراره في التألق في الملاعب الفرنسية استطاع الانتقال إلى ناد أكبر كان مكتوباً له تحقيق إنجاز لم يسبق له أي لاعب عربي أو أفريقي من قبل. ذلك النادي هو نادي بورتو البرتغالي، حيث وقع معه ماجر قبل موسم 86-87، وفي أول موسم لماجر مع الفريق تمكن من التأهل بفريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ الألماني، المباراة التي انتهت بفوز بورتو بنتيجة 2-1 وتتويجه باللقب بفضل هدف ماجر الأسطوري الذي أحرزه بالكعب وأهدى به اللقب لفريقه، وهو سبب تلقيب ماجر بصاحب الكعب الذهبي، وبهذا أصبح ماجر أول لاعب عربي وأفريقي يفوز بدوري أبطال أوروبا ويسجل في المباراة النهائية في نفس البطولة، قبل أن يلحقه في ذلك الإنجاز النجم المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد والملك المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول. في نفس الموسم فاز ماجر بكأس السوبر الأوروبية وكذلك كأس الانتركونتيننتال أو كأس العالم للأندية بمسماه الحالي بعد المباراة النهائية التي جمعت بورتو بنادي بينيارول الأورغوياني. والمفارقة أن ماجر كان صاحب الهدف الذهبي مجدداً وأصبح أول لاعب عربي وأفريقي يقوم بهذا الإنجاز. وعلى المستوى المحلي فقد فاز ماجر مع فريقه بالدوري البرتغالي لموسم 87-88، وبعد أن شارك مع بورتو في 108 مباراة رسمية أحرز فيها 50 هدفاً انتقل إلى نادي فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة، وهناك لعب لموسمين أحرز فيهما 15 هدفاً خلال 35 مباراة لعبها مع الفريق قبل أن يعود مجدداً إلى بورتو ليقضي هناك موسمه الأخير. في عام 1991 وقع ماجر لصالح نادي قطر القطري ولعب معه موسماً واحداً قبل أن يعتزل كرة القدم. هذا ولم تخلو قائمة إنجازات ماجر على الصعيد الدولي، فمنذ انضمامه للمنتخب الجزائري في عام 87 شارك في 87 مباراة دولية مع المنتخب أحرز فيها 40 هدفاً وحقق العديد من الألقاب، أهمها دورة الألعاب الأفريقية 78 ودورة الألعاب العربية سنة 85 وبطولة كأس الأمم الأفريقية سنة 90، بجانب كأس الأمم الأفرو أسيوية لعام 91، بالإضافة لوصافة أمم أفريقيا لعام 88. إلا أن الإنجاز الدولي الأهم لماجر كان التأهل بمنتخب بلاده لكأس العالم عام 82 وعام 88.
في عام 1991 اعتزل ماجر كرة القدم بشكل رسمي بعد مسيرة حافلة تمكن بفضلها من الفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي في عام 87 وجائزة الجولدن فوت في موناكو عام 2011، بالإضافة لأحسن لاعب جزائري وعربي وخامس أفضل لاعب أفريقي في القرن العشرين. وبالرغم من اعتزال ماجر إلا أنه لم يبتعد عن الملاعب بشكل كامل، ففي عام 93 عاد إلى الملاعب كمدرب للمنتخب الجزائري، إلا أنه لم يوفق في مهمته وتمت إقالته. في عام 95 بعدها تم تعيينه مدربا لفريق الشباب في بورتو، واستمر هناك حتى انتقل لقيادة نادي السد القطري قبل أن ينتقل لتدريب نادي الكرة القطري الذي استطاع معه أن يحقق لقب الدوري الممتاز، ثم عاد مجددا لتدريب المنتخب الجزائري لكنه تركه وعاد مرة أخرى في عام 2001. وأخيرا تمت إقالته عقب خروج محاربي الصحراء من بطولة الأمم الأفريقية 2002 التي أقيمت بتونس. وأخيرا وصل ماجر لآخر محطاته التدريبية بتدريب نادي الريان القطري لموسم 2005-2006، وبعدها ابتعد ماجر عن التدريب لفترة. دامت مساهماته في عالم الساحرة المستديرة، فعمل محللا لأهم المباريات العالمية وترأس اللجنة الوطنية الجزائرية لاكتشاف المواهب وتأهيلها في عام 2013، وذلك قبل أن يعود المنتخب الجزائري في عام 2017 للاستعانة بخدمات ماجر قبل أن تنفض الشراكة بينهم في العام التالي. وأخيراً في شهر أكتوبر الماضي أعلن المنتخب اليمني لكرة القدم عن تولي ماجر مهمة تدريب المنتخب في الفترة المقبلة. وبالرغم من عدم تحقيق ماجر لإنجازات تذكر في عالم التدريب، إلا أنه كلاعب استطاع تخليد اسمه بحروف من ذهب، واختار أن يختم مسيرته الكروية بموقف إنساني عندما قرر بيع الحذاء الذي أحرز به هدفه الذهبي مع بورتو في دور الأبطال، وقرر التبرع بكامل ثمنه لصالح ضحايا الفيضان في الجزائر ليتذكره التاريخ كواحد من أهم النماذج العربية المشرفة في عالم الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.